جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة كتنظم على مدار 3 أيام ورشات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بتلقي المعلومة داخل المؤسسات بعض المؤسسات العمومية. هاد 3 أيام اللي غادي نحاولوا فيها أننا نقويوا القدرات ديال الموظفين في المجال ديال تلقي المعلومة. أيضا الموضوع العام ديال هاد الورشة بين تشريع الحق في الحصول على المعلومة بين التشريع الوطني والتجارب الدولية المقارنة اللي كان هدفه له بالأساس إلى التحسيس بالأهمية ديال هاد الموضوع لما له من فتح المجال للمواطنات والمواطنين وتقريبهم الإدارة العمومية في إطار الشفافية وإطار أنها تكون مفتوحة على الجميع من أجل أننا نخلقوا ولا نجعلوا هاد المؤسسات العمومية فضاءات مفتوحة لتلقي المعلومة. وشكرا. نلتقي اليوم في إطار دورة كوينية تنظمها جمعية رواد التغيير بمدينة وجدة لفائدة الأطر المكلفة داخل الإدارة والمؤسسات العمومية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات. وقد أعدت الجمعية لهذا الغرض برنامج تكويني يمتد ل3 أيام يتضمن مجموعة من المحاور لا سيما التركيز على الجانب القانوني من خلال يعني قراءة معمقة لمقتضيات القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وما يستلزم ذلك من جوانب مرتبطة بتجارب دولية مقارنة بالاشتغال على نموذج يعني طلب الحق في الحصول على المعلومة والإشكاليات التي يفرضها ذلك. يعني كان هناك نقاش عميق جدا مع المكلفين و يعني استحضار كل التحديات التي يمكن أن يفرضها تنفيذ وتنزيل هذا الحق على أرض الواقع.